أمسك بالبار الأعوج بقبضتين متقاربتين موجهتين للأمام مع ثني بسيط نحو الداخل بعد أن جلست على البريشر بنش، وقمت بتثبيت قدميك على الأرضية وصدرك على الوسادة الداخلية. وبالتزامن مع أخذ الشهيق ابدأ بإنزال البار حتى تتمدد ذراعك العلوية وعضلاتها تماماً، ثم ابدأ برفع البار مرة أخرى إلى الأعلى لتبلغ مرحلة الشد القصوى لعضلات البايسبس عند مستوى كتفيك مع الشد على عضلات البايسبس قدر الإمكان وبالتزامن مع الزفير. توقف عند هذه الوضعية للحظة ثم عاود الكرة.